كامل. اهلا، ازيك يا طنط؟ اقعد بس قول لي اخبارك ايه. وحشتني يا حبيبي. وانت كمان. ايه، انت لسه صاحي من نومك يا كامل بيه ولا ايه؟ مش عوايدك. احنا صاحيين من زمان، بس النهارده مفيش شغل عشان فؤاد عنده ظروف عائليه. انا عرفت الخبر ده وزعلت قوي، بس انا جيت اقول لك خبر هيساعدك. قول يا حبيبي. انا وميرفت اتصالحنا ورجعنا خلاص، عمرنا انا وهي والولاد البيت اللي كان فاضي، مستنيين رجوعك. الله، ده احلى خبر سمعته من زمان. احكي لي. لا، انا لازم امشي دلوقتي، انا عندي ميعاد مع مالك. في خبر حلو تاني كنت عايز اقوله لك. قول لي يا حبيبي. كارلا ومالك رجعوا لبعض. الحمد لله. او كده انا ضميري استريح. ما عشان كده جيت هقولك. يلا انا همشي دلوقتي عشان مالك مستنيني. طب هشوفك تاني امتى؟ هكلمك بالليل. باي باي يا بابا. باي حبيبي. باي باي يا طنط. بيهزر حبيبتي؟ واضح فعلا انه بيهزر. مالك يا حبيبتي؟ مفيش حاجة. كنت مستعجلة ان احنا نيجي بيروت، وادينا جينا بيروت، وانا حاسس انك انت قاعدة متضايقة. في حد ضايقك في حاجة؟ لا يا حبيبي خالص، انا مش متضايقة، انا بس حاسة اني تعبانة شوية ومحتاجة ارتاح. انزل انت شوف اللي وراك وسيبني في البيت لوحدي، انا محتاجة ابقى لوحدي شوية عشان يعني استريح، وبعدين كمان هفكر وهدرس الخرايط كلها عشان بقى هبتدي شغل من الأسبوع اللي جاي. لا لا، أنا هعتذر لأحمد ومراته وهقعد معاكي. لا يا حبيبي ما تعملش كده عشان خاطري، ما تعتذرش. انزل شوف كل اللي وراك وما تقلقش عليا خالص، أنا كويس. أنت متأكدة؟ أنا كويسة أوي. طيب هروح ألبس وأنزل، مش هتأخر عليكي. لا مدام. مالك انت فين؟ شوفيك يا عم تبكي. عايزك تجيلي 5 دقايق بس مش اكتر عشان خاطري، يعني انا محتاجة اتكلم معاك شوية، ممكن تيجي؟ طيب انا جاي. اوكي باي. سحر بترجيكي، ما كتير عندي وقت، شو بقدر اخدمك؟ مدام سحر بترجيكي. انا انت ايه يا مالك؟ انت ايه؟ انت ايه يا مالك؟ انت بتحبني؟
بتحب كارلا؟ أنا عارفة، عارفة كويس قوي، بس أنا ماليش دعوة بده يا مالك، ماليش دعوة بيه مالك. أنا عايزك تنقذني، أنا تنقذني من اللي أنا فيه. أرخزك؟ خلصك من شو؟ ما فهمت ليش شو فيه؟ أنا تعبانة أوي يا مالك، تعبانة مالك، أنا شايلة جوايا وجع، وجع من زمان، وجع في عقلي وفي جسمي من زمان قوي، من وانا صغيرة، عشان كده هربت، هربت من كل اللي انا كنت فيه. مالك مالك، انت عارف، عارف ابويا عمل فيا ايه؟ انا عشت بتعذب، بتعذب عشان انا بكره ابويا، بكرهه، بكرهه. انت عارف، عارف ابويا عمل فيا ايه وانا صغيره؟ ابويا، عارف يعني ايه ابويا؟ عارف عمل فيا ايه؟ سحر بترجيك، عم تحكي كتير اشياء خاصة وكتير بشعة، انا ما بسمح لنفسي انشأ بعرفك، بعدني متعرف عليك جديد، ما بسمح لنفسي ابدا اكون عم بسمعها، بترجيك. عارفة يا مالك، عارفة اني تعرفت عليك دلوقتي، بس مش عارفة انت عملت فيا ايه. انت غنيتني سحر، انت جنيتي، شو بكي؟ جنيتي؟ اكيد جنيتي. ما تسيبنيش يا مالك. سيبك؟ انت بتعرفي شو عم تطلبي مني؟ عارفة، عارفة يا مالك، بطلب منك تنقذني، تنسيني، بطلب منك تحسسني بالأمان، الأمان اللي عمري ما حسيته. مالك، مالك، انت الراجل الوحيد اللي لما شفته حسيت اني هنسى كل حاجة، هنسى كل القرف اللي شفته طول عمري. انت ناسي انك مجوز جديد؟ ليش، ليش نقيتي شخص ادمي مثل عمه كامل؟ ليه عم تخربي له حياته لعمه كامل؟ ليش؟ شفت انت قلت ايه؟ عمه كامل، عمه، بصلي من عمه. شو اللي جبرك تتجوزيه لحاله؟ انا في مليون حاجه جبرتني اتجوزه، مليون حاجه. سحر انت حره بحياتك، اسمعيني منيح، اسمعيني منيح، انا شاب عندي اخلاق ومغروم كمان، ولا يمكن اعمل هذا الشيء بشخص ابنه عايش بي عن جديد، واكيد ما رح اعمل هذا الشيء بكارلا، لانه كارلا هي المره اللي انا بحبها. بترجيكي خلص ما بقى تحكي عن الموضوع، احسن ما اكبرها اكثر، وهذا الشيء ما بخليك تكوني ممنونه. ماشي؟ بالاذن. مالك في ايه يا مدام سحر؟ بهدلني، بهدلني يا فتحي، ومد ايده عليا،
عارفه يعني ايه مد ايده عليا؟ يعني انا هدمره، هدمره وحياه ديني هدمره. لا كلهم زي بعض، كل الرجاله دول زي بعض، انا اللي هدمرهم، هدمرهم كلهم كلهم. اهدي بس اهدي 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 يا مدام سحر، اهدي. لا حول ولا قوة الا بالله، اهدي اهدي. فتحي انتي، وانتي دخلتي هنا ازاي؟ الباب كان مفتوح.